من شروط الصلاة. مسكرة النسر وملامة الشرطانة. ستر العورة، أخذ كامل الزينة في الصلاة. مسكرة العورة مركينا للبور بديبورة ما دي وصندري كنا. المرأة لابد أن تستر جميع البدن. استريا أنا قل شري مريبين مركها. إلا وجهها. والمقام وريج. والرجل يستر من السرة إلى الركبة. برسنا أنا قل أمند بوكل مطين دايل لو استر مركها. مع استحباب ستر العاتقين. هذا من عند شمله مركها. وأخذ كامل الزينة في الصلاة. بديبورنا ما ريديل وصندري كذا. عندنا إشكال في من يصلي في البنطال. يصلي في البنطلون. نمرق سامشيه مند بينرد نمسكري كنا من ده أستاذ سامنديش. نعم عندما يركع أو يسجد تنكشف العورة. تبى من سجود تيم برد ركوع تيم برد من ده عورة تولي باق. فإذا كشفت العورة كانت الصلاة باطلة. من ده نمسكار من ده عورة نمسكار تولي باق يعني كنا مسكار باطلة. فلا بد أن يحتاط قبل الدخول في الصلاة والله أعلم. نمسكار بروبيش كده نمبر إتنا إنتي دي كارينغلك سوكشي كندا والله أعلم.